هذا ديما نتاع تطلع وتهبط. اذا على بركه الله مشاهدينا الاوفياء، مشاهدين شوف تي في اينما كنتم من داخل وخارج ارض الوطن، اهلا وسهلا ومرحبا بكم على مره اخرى في بث مباشر من مدينه الدار البيضاء. لازلنا في شوارع مدينه الدار البيضاء، اكيد الحدث جلل، الحدث مهم، الحدث اسطوري، الحدث هو نهائي، اياب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بين فريقي الوداد البيضاوي والأهلي المصري. لا حديث اليوم في المقاهي، في البيوت، في الشوارع، أينما حللت وارتحلت إلا تسمع كلام حول هذا النهائي. فمعنا أحد الوداديين اللي صادفناه في الشارع، جاي من بعد ما لقاش تيكي باش يدخل يتفرج في دونور مركب الرعب، فجاء لأحد المقاهي باش يتفرج، يعني اعطانا واحد دقائق من الوقت ديالو رغم انه البلايص ما كاينينش، فحاول انه يعطينا دقائق باش نتكلموا معاه على هذه المقابله القفل، هذه المقابله المهمه ديال فريق الوداد البيضاوي. مرحبا بك معنا. مرحبا، السلام عليكم ورحمه الله. قبل من كل شيء بعدا تحيه وداديه لجميع الجماهير المغربيه. اليوم احنا ان شاء الله داخلين متفائلين باننا ان شاء الله، بالنسبه على باش ما ننساش على القضية ديال التيكي كانت عندي التيكي، مي عطيتها لواحد الانسان اللي هو عزيز عليا في حال نفسي، اللي ما لقاش التيكي ويعني كان جاي مرغم بان غادي يدخل لهذا الماتش هذا. شفتها هي ضحيت انا عطيته التيكي لانه هو يا جاي من دار الطريق وجاي بعيد باش يدخل يعني معول عليا بانني انا غادي نصوفي ليه التيكي، ملي ما لقيتهاش وليتي عطيت التيكي ديالي. عطيتو التيكي ديالي مشي هو يتفرج، ماشي مشكل. حنا هو دابا في الملعب، هو دابا في الملعب راه هو معايا الحمد لله بخير وعلى خير. غير هي واحد النقطه بغيت نشير لها بهذه المناسبه هذه، واحد المساله للسيد رئيس الوداد البيضاوي سعيد الناصري، الله يخليك السي سعيد، الى ما دير حل في المساله ديال هاد لي تيكي هادو وهاد السيت وهاد المشاكل كلها اللي كتوقع للجمهور ديال الوداد كله كيعاني منها. يعني احنا العام كامل وحنا في التيران مع الوداد كنساندو كنشجعو بجميع من القوه اللي عندنا، وكنجيو حتى للفينالات وما كنلقاوش لي تيكي. هذا مشكل ديال الشركه المنظمه، طرقنا عليه وغادي نطرقوا ليه ان شاء الله اكيد وراء اللقاء ان شاء الله الهام. كنتمناو من السي الرئيس ديالنا بان يكون عنده تدخل، لان كنعرفوا القيمه ديالو، غادي يكون عنده واحد التدخل مع الشركه المنظمه باش هذه المشاكل هذه ما تعاودش تكرر، لان احنا الوداد راح ديما ان شاء الله في الفينالات وديما في. اعطينا التوقع ديالك النتيجه ديال المقابله ديال الوداد ضد الاهلي. الوداد ضد الاهلي ان شاء الله 2-0. 2-0. شنو اللي خلاك توقع التوقع هذا؟ علاش بنيتي مثلا التوقع ديالك مثلا؟ واش طريقه اللعب؟ واش مثلا كيفاش بنيتي هذا؟ لا، الاولى عندنا ثقه في المدرب. مدرب عنده واحد عنده واحد الرؤيه، عنده واحد يغامر بشكل كبير، ماشي مغامره، مي عنده تكتيك ديالو، انسان كيخدم عارف شنو كيدير. كيزعم سي نورمال زعما الا كان عندك الخوف راه ما تلعبش الكره، انت كلاعب كاع الا كنتي كتدخل وكتلعب ومتخوف ما عمرك ما توصل للشبكه، ما عمرك ما غاتوركي الا كنتي ما الكره راه هي هذه، عندي في رجلي غادي ندخل تيخ في نفسي غادي ندخل غادي نلعب. كاين العامل ديال الجمهور، لان الجمهور احنا كنعرفوا بان الوداد القوه العظمى ديالها هو الجمهور ديالها، القوه اللي عندها هي في الجمهور ديالها. ملي كتكون داخل التيران وسط هذاك الجمهور واللعابه راه هما حاسين بالمسؤوليه اللي عليهم وعارفين بان هذا الكاس ما خصوش يخرج من كازا، وان شاء الله بجهد مولانا الكريم بان غادي يبقى الكاس هذا في كازا ان شاء الله بالنتيجه ديال 2-0 ان شاء الله. ما يقدرش مثلا هذا الضغط الجماهيري اللي الجماهير كلها يعني ما تقدرش تكون حطات واحد الثقل على اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي، لان الكل اليوم كيقولك بان الكاس ما خصهاش يخرج من الدار البيضاء، واش ما يقدرش يكون هذا ربما سلبي بالنسبه للاعبين ديال فريق الوداد؟ لا بالعكس، بالعكس، لان بالنسبه لنا حنايا الفريق ديال الوداد، الفريق ديال الوداد هو حنا كنعرفوه كيلعب تحت الضغط، الا ما كانش الضغط والجمهور ما الوداد ما كتكونش في الفورمه. الوداد واخا كتكون حنا كنقولوا هاد الاعوام الوداد راها شويه راه حنا ماشي في النيفو ديالنا اللي موالفين كانوا، ولكن الجمهور كيخلي اللعابه بانهم يحسوا المسؤوليه اللي عليهم، واحتراما لهذاك القيمه ديال هذاك الجمهور والكميه اللي كاينه ديال هذاك الجمهور، العدد اللي كاين ديال هذاك الجمهور، بانهم غادي يعطيو كل ما عندهم وغادي يخرجوا جميع الطاقات اللي عندهم لا الفنيه ولا البدنيه باش يفرحوا هذا الجمهور هذا. والتكتيكيه كذلك. والتكتيكيه من جهه هذا الماتش يلعب تكتيكي 100%. المدرب غنشوفوا التكتيك ديال المدرب كيفاش داير. وعندي واحد السؤال بهذه المناسبه كيطرد لي في الذهن ديالي وما لقيتش ليه الجواب ديالو عند بزاف ديال الاخوان الاصدقاء، هو اسماعيل المترجي.
سمعي المترجم وانا نعرفوا المشكل ديال هذاك الوليد شنو هو المشكل ديالو علاش ما كيدخلش. جا كنشوفوه دخل شي جوج ماتشات اللي شاف بحال هكا في واحد الدقائق معدوده, ورغم حنا كنعرفوا بان الامكانيات اللي عند هذاك الوليد تبارك الله حنا عندنا فيه الثقات تبارك الله. هذاك الوليد عنده في رجلو حسوني وقيلا لا دابا حنا كنشوفوا دابا الحسوني بالتجربه والخبره والاقدميه وكذا وهذه وهذه وهذه, ما بقاش نزلوا الثقل على الحسوني نقولوا الحسوني اللعب هو هذا. مره كتلقى النيفو ديالو كيكون في الفورمه, مره ما كيكونش في الفورمه ديالو. الثقل ديال 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 المقابلات اللي دازوا كاملين. الحسوني حنا عارفينه كويري كبير رقيق, شوفوا نقيقي ملي كيبغي تلعب معاه الكره وكيكون هو في المورال ديالو راه كنشوفوه يكون في الفورمه اليوم, واليوم ان شاء الله غادي يكون في الفورمه ديالو. الا كان في الفورمه اليوم لا لا اليوم ان شاء الله بحول الله يا سلام غادي يكون في الفورمه ديالو. وكنشوفوا ثاني التكتيك ديال المدرب ال 11 لاعب تيب اللي غادي يدخل بها في البدايه, وداك الميليو شنو غادي يقدر الشونجمون اللي غادي يقدر. هذا هو السؤال بغيت نقول لك, واش غياب ديال اللاعب عبد الله حيموت خلال هذه المقابله هذه واش ما غاديش يخلي واحد التاثير على وسط ميدان فريق الوداد البيضاوي؟ هو حيمود هذاك الوليد تبارك الله الا خدم على راسه وكان معقول كان سيريوه مع نفسه ماشي مع شي واحد اخر غيمشي بعيد بزاف بالامكانيات اللي عنده, طريقه اللعب ديالو الكودي ديالو كيفاش كيعطي لي باس تبارك الله. وصاحبي دري اش غادي نقول لك, خصو يتهلا في راسه وخصو يخدم على راسه يزيد يخدم على راسه باش ما يضيعش المستقبل ديالو. انا بالنسبه للحيمود, حيمود ربما المدرب كان معول عليه في الماتش ديال لالي 100% يعني كان حاطه في سميتو, جات الحاله ديال العمليه الجراحيه الى اخره, كنتمنوا ليه الشفاء ان شاء الله. بانت بلاصه ديالو في الميليو من بعد ما شفنا شنو دار كونتر سانداوس الطريقه باش لعب دري ما عندوش خبره كبيره كل اريحيه ثقة في النفس كبيرة وخلق متاعب وسط ميدان سانداوز. سي نورمال كتشوف اللعاب ديال سانداوز فيه جوج متر في الطول وحيمود فيه الشبر ماشي كنقتلوا نحتقروا ولا كنخسر مي غير باش نضحكوا, وكيشدوا كيقلبوا كيف ما بغاو كيدوز كيف ما بغاو كيدوز لابال كيف ما بغا, يعني موهبة كبيرة عند هذاك الوليد. حيت كاينه دابا الكرة اللي كتعلمها نتايا وكاين الموهبه, كاين شي الكوري اللي كيكون عنده شي حاجه ديالو من عند الله عنده هذاك, عاد كيزيد ديك الخدمه اللي خصها تزاد من طرف المدرب وكذا وهذه والتاكسيك وكيفاش غادي ندخلوا. هذا هو اللي غادي يكون, والحمد لله الوداد راه حنا اللي كاين غادي يقضي. الوداد فريق كبير, من الوداد ما عمرها ما كانت كتعتمد على لعاب او جوج او ثلاثه ديال اللعابه, حنا هذا فوالا سي سا لو سبري لسبري ديال ليكيب. انا ملي كنقولوا روح الفريق روح الفريق اللي دخل غادي اكثر من داك الشيء في الجهد اللي عنده باش هاد الكاس هذا ان شاء الله تبقى هنايا. كنشوفوا الجميع كيوجد الاحتفالات في جميع الازقاء في جميع الدروب جميع المعاقل ديال الوداديين كلهم مجدين وكيقولوا يعني منين نفس بانه الكاس غادي تبقى في مدينه الدار البيضاء. الكاس ان شاء الله غادي تبقى في مدينه الدار البيضاء لان احنا عندنا ثقه في المدرب ديالنا, عندنا السلام ورحمه الله, عندنا ثقه في اللعابه ديالنا, عندنا الثقه في نفوسنا والثقه في الله سبحانه وتعالى باننا غادي نصرنا في هذه المقابله هذه وغادي يكون خير. وبالمناسبه اخ خضروف لاعب سابق في الوداد, مرحبا لاعب سابق لاعب في الوداد اجي عندنا اخويا, مرحبا بك خليك حدانا خضروف عبد المطيب, مرحبا يعني لاعب سابق في الوداد البيضاوي, حصل لنا الشرف هذا. هذه صدفه قال لك رب صدفه خير من 1000 ميعاد, هذه صدفه ديال لاعب سابق فريق الوداد البيضاوي. اكيد الا سمحت لي قرب عندي انت انا والاستاذ ديالي لا زيد عندي انت انا وخلي الاستاذ يمشي خلي الاستاذ يمشي لا اجي عندي انت انا باش نقرب حداك الميكرو باش من اول حاجه كنتمنوا حظ موفق لفريق الوداد البيضاوي. انت بحكم انك لاعب سابق فريق الوداد البيضاوي كيفاش كتبان لك هذه المقابله بحكم دابا غتهضر معنا بحس ديال لاعب سابق, كيفاش كتبان لك المقابله ما بين فريق الوداد والاهلي؟ واش غتكون مقابله تكتيكيه 100%؟ واش غتكون مقابله اندفاع فريق الوداد البيضاوي؟ كيفاش كتشوف المقابله؟ المقابله التكتيكيه اول حاجه الوداد فريق الوداد البيضاوي الا جات دار التكتل باش يهجم غتمارك عليك يخلي فراغات في الدفاع, فراغات الدفاع خاصك تلعب وتدوخ الاحتياط ديالك يعني حيطه وحدر الا لعبتي بزاف عاوتاني تقدر تمارك عليها تولي ترجع من الاول. حنا جوج لواحد قد ما هي ايجابيه ولكن في نفس الوقت حتى الوداد في حدين الوداد غيدخل باش يهاجم باش يربح, خاصنا الدراري يلعبوا البيت غيجي غيجي ان شاء الله غيماركيو الوداد غيماركيو غير هي النتيجه ديالها النتيجه. كي اللي قال لنا 2-0 كي اللي قال لنا 3-1 كي اللي قال لنا 1-0 بحكم التجربه النتيجه 2-0 ان شاء الله 2-0 2-0
ما فيهاش ما فيهاش ما نحيدوهاش عليك. كاس تبقى في الدار البيضاء؟ لا الكاس ما تهضرش عليها ياك ان شاء الله. الا ما درتها جويده غديوها للويلانز. هذه واعره. هذه الكاس باغا تمشي ان شاء الله ياك. غير فيها شويه غادي ناخذوا غادي شويه غادي نزيرو يكون ضغط على اللاعبين. حنا راه اكثر من اللعابه. الجمهور هو اللي وكل العصا من اللعاب راه تيفرغ كيدخل يلعب تينسى كلشي، ولكن الجمهور هو اللي جالسو على الاعصاب. دابا راه كنشوفوا المقاهي عمرات ما بقاتش بلاصتها. ما كاينش راه القهوه ديال الحي هذه راه ما كاينش. شوف انا كنشوف قهوه عمرات ما شاء الله. واو سي عمر هو راه كان تجي الناس هذا العرس يكون عندنا يوميا ما شاء الله. ان شاء الله راه المغرب هذا لاعب راه ماشي الوداد. اييه هذه هي الفكره اللي بغينا الناس توصل. هذه الحي الحي الفكره بين الوداد والرجاء المغرب اللي لاعب ان شاء الله. ماشي غير فقط الوداد البيضاوي، جميع الفرق المغربيه ملي كتكون كتمثل المغرب فكلنا خصنا نكونوا قلبا وقالبا معاه. دابا المغرب راه ولا في واحد الطوب يعني تبارك الله القوه الناعمه كما تقول. ما نهضرش عليها ما كاينش ما كاينش الحمد لله. من بعد هادشي اللي دار المنتخب الوطني برئاسه السي وليد الركراكي اللي تحيه ليه. النيه ديالو النيه والعائله راه حاضر حاضر هو اليوم. زعما راه سي نورمال راه حاضر راه غادي يعطي دعم ربما. هذا تحفيز كبير بالنسبه للعبة ديال الوداد وبالنسبه لهادشي اللي وصل ليه المنتخب المغربي في كاس العالم. يعني راه كانت خدمه ديال السي وليد الركراكي والسي القجع تحيه ليه حتى هو من هنايا والناس كاع اللي ساهمت باننا وصلنا لهذا النيفو هذا في كره القدم ديال الافريقيه باننا اصبحنا يعني راه واحد القيمه. اي دوله يكون تكليف اكثر من التشريف. ربما تكليف كره القدم الوطنيه خاصها ديما تبقى في البوديوم. هي شوف هي مساله واحد القضيه انفورم اللي وصلتي للقمه خصك تبقى في القمه. حيت ماشي حيت صعب صعب ماشي هو تطلع للقمه، صعب هو تحافظ عليها. فوالا بان خصك تحافظ عليها. وانا عندي ثقه كبيره ان شاء الله في السي وليد الركراكي بان ان شاء الله غادي يحافظ على هذه القمه هذه وغيجيب لنا هذا الكاس ديال افريقيا ان شاء الله اللي احنا من اللعيب ومن الاعصاب. عندنا وحده عندنا كاس وحده في السبعينات 76 يومنا هذا 2023 وشحال من منتخب وشحال من مدرب وما جبناهاش. دونك راه قالها في واحد التصريح قال لهم 11 لاعب واجده واللي مفتوح لاي واحد بغى يمثل المغرب. اللي عنده هو السي الركراكي واحد المساله هذاك واحد الانسان خلوق ومربي وكيعرف راسو شنو كيدير ويعني وماشي حقود. يعني ملي كان في شاد الوداد كانوا بعض اللعابه اللي خرجوا تصريحات في حقه بشي تساؤليه، ولكن رغم ذلك قال لهم انا تربيتي اخلاقي ما كتسمحش ليا عندك في رجليك غادي نعيط عليك تجي تلعب. بغض النظر اش قلتي عليا ولا اش قلتي سبيتيني ولا كذا ولا هذه كاينه بلاصتك غادي تجي تلعب. كون كتنتمي لمن ما بغيت تنتمي. ولا كيذكر الكلام ديالو استاذ الا سمحتي ليا والنتائج. حيت المدرب الصاحب ديال المدرب صديق المدرب هي النتائج. النتائج ملي تكون النتائج سلام في كاس العالم راه خاصك واخا تستنى واحد 30 عام ولا 50 عام اخرى ولا باش توصل لهذيك النيفو راه ما كاينش. هذه اول مره عربيه افريقيه دومي في الهضره وانت هو الرابع في العالم وافريقيه. هذه ما نهضروش عليها غير واحد القضيه ديما المغرب كان هو القاطره غير في كوب افريك غادي يلقاو مشكل. مش غيوجد لينا الله يرحم ليك الوالدين. هادشي اش قلت لك انا سي سي غير بغير بحول الله كلشي غيبغي حنا غادي نكونوا موجودين لان شوف واحد المساله غادي نقولها لك بالنسبه للخدمه اللي دار سيدنا الله ينصرو في افريقيا والمجالات اللي تفتحات الى اخره. دونك كرويا ما بقاش كيسمح لينا باننا نبقاو اللور. يعني ما دمنا كنقولوا بان المغرب الرائد ديال افريقيا يعني راه خصنا نكونوا سياسيا ثقافيا رياديا في جميع المجالات. أكيد. وهذا هو المعقول وهذا هو المنطق وهذه هي الرساله اللي سيدنا الله ينصرو بان خصنا كلنا نديروا اليد في اليد وكلنا نتحركوا وبركه علينا من ديك الشحونات ومن ديك الضغوطات ديك الشحنات وديك الضغوطات ديال الانتماءات هذا كذا هذا من هنا هذا من هنا. دونك نكونوا حنا راه حنا كلنا مغاربه كلنا شعب واحد يد واحده. الوداد اليوم راه لعبه راه كتمثل المغرب. الوداد المغربي نادي الوداد المغرب. دونك حنا راه حنا مغاربه كاملين وهذه رساله. وحنا كنتمنوا بان الوقت اللي تكون اي فرقه من البطوله الوطنيه مشاركه في اي مناسبه ولا في اي سميتو هذه الا بان خصنا الجماهير المغربيه كلنا نتوحدوا وكلنا نكونوا مع هذيك الفرقه بغض النظر عن الانتماء ديال كل واحد فينا لما كينتمي. من حقك تكون كتنتمي للمرعى اللي بغيتي ولكن اللي كيتعلق الامر ماشي من حقك بانك تقلل من الشان ديال 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 الانديه الاخرى. راه تتبولش فهمتيني يعني عيب. عطيتينا جوج زيرو انت عطيتينا جوج زيرو جوج زيرو عطينا التوقع ديالك النتيجه المقابله. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا فالنتيجه بالنسبه لهذه المقابله هذه
يعني التوقع ديال ان تكون النتيجه ديال الوداد بغض النظر على 1-0 ولا 2-0 ولا 3. حنا الاهم عندنا دابا حاليا هو الكاس. باش نكونوا منطقيين ونكونوا واقعيين، اي ودادي كيف ما بغى يكون، اي مغربي، ما نقولش غير ودادي، اي مغربي دابا فهاد اللحظه هذه تيتمنى ان الكاس تكون مغربيه، لان الدليل ودابا باش من الملاء جميع المقاهي اللي كاينين راه كلهم ما كاينش هو باللون الاحمر، ما كاينش الدليل ها واحد انا لون احمر لا شائع على اللون ديال الحياه الاحمر، راه اللون ماشي لون الحياه، راه اللون اللي اصلا اللي بدات به الكره المغربيه. باش نكونوا منطقيين كنا اصل كل عندنا الاصل، ولاد الاصل ما تنساوش الاصل. يعني بالنسبه لنا كوداديين ماشي غير كوداديين، كمغاربه ما خصناش نساو الاصل ديالنا. الاصل ديالنا هو اللون الاحمر باش بدينا، اذا بدينا الكره في المغرب باللون الاحمر خصنا نكملوها باللون الاحمر كيف ما كان الحال، وهي دابا 2023 وباقا في اللون الاحمر. يعني هذا دليل على الاستمراريه، والاستمراريه ما تجيش من الفراغ، تجي من النتائج، تجي من العمل، تجي من التسيير، تجي من التنظيم، تجي من اللاعبين اللي هما في المستوى العالي، تجي من الاراده الملكيه، من الاراده الملكيه ديال الدوله، جماهير الاراده فوالا. يعني الاراده تكون الاراده مثلا ديال الدوله انها باغا توصل لواحد المستوى، باغا تمشي بالكره المغربيه لواحد المستوى عالي، يكون على يقين ان النتائج تكون. يعني ما تيكونش انه المسير بوحده او اللي جوار بوحده، بالعكس راه حتى ذاك المسير اللي هو تيسير البلاد حتى هو الحمد لله اللي مولانا امين المؤمنين اللي راه غادي في التوجه. يعني عطانا القطيره انه منين خلق لنا اكاديميه محمد السادس هنا قال لنا بان الرياضه فوالا، وقال لنا بان الرياضه خصها تمشي للمنتخب ديالها. المنتخب الحمد لله النتائج ديالو هي اليوم. يعني خصنا اليوم اننا نفرحوا اولا المنتخب الوطني اللي فرحنا، ماشي نفرحوا غير الوداد البيضاء، خصنا نفرحوا حتى المنتخب الوطني اللي هو فرحنا في لاكوب ديمون، وفرح الامه العربيه كامله بدون استثناء والافريقيه. يعني الا شفنا دابا حاليا راه كاين عندنا واحد الشخص اللي هو بارك قدامنا لهيه في القهوه بلا ما، يعني انت الا درتي غادي تشوفوا هذا واحد السيد اللي هو ماشي مغربي، فلسطيني. دابا حركتي لي، علاش حركتي لي مفاجاه؟ انا حركتي لك المفاجاه، انا كنت باغي نخلي مفاجاه للناس. انا بالنسبه لي علاش حركتي هذاك السيد؟ علاش؟ لان عشنا معاه واحد الفرحه ديال لاكوب ديمون اللي ما عشناهاش مع مغاربه. باش نكونوا منطقيين، عشنا في هذه البلاصه هذه اللي حنا تنصوروا فيها. حركتي لي المفاجاه انت. لا ما غنحركش لك المفاجاه بالعكس. هذا حرك لي المفاجاه. انا يلاه من وراء المباشر باغي نشد مع الاخ الفلسطيني. كنت دابا ليا بزيرو، هانتوما شهدوا. انا ما عارفش. يعني باش تعرف بان راه النيه ابلغ من العمل، يعني دابا النيه حرتي عليا. راه قال لك النيه، اسمع لي. راه باش نكونوا منطقيين، يعني حتى بالنسبه لنا، حتى بالنسبه للنيه ديال المغاربه، راه ما تكونش نيه عاوجه، تكون نيه صافيه. والدليل هو ان النيه الصافيه توصلك للنتائج. هو راه قدام الاخ، ياك سمعتي ملي قال لي غنسالي غندير بالها. واحد المساله مهمه وخصهم يعرفوها المغاربه، وهي صعيبه وصعيبه بزاف. وبالنسبه للجمهور ديال الوداد راه عانى بزاف، انا في اختناء ديال التذاكر. وعلي هذه مساله اللي حشومه وعيب وعار، ان من بعد المنادات ومن بعد التشاحنات بزاف ديال الحوايج اللي طرات، وتنجيو تلقاو بان كاين مشكل ديال التذاكر. اكيد يعني راه مشكل كبير باش توصل ان التذكره تولي في 250 درهم وتولي في 300 درهم. والمسؤول الخطير في الامر هو ان التذكيره ماشي تذكيره اللي عادي، يعني تذكيره مزوره. يعني راه حشومه، يعني حشومه، يعني نكونوا راه حشومه، يعني هذا الشيء راه يعني وصلنا للحضيض. غادي نشوف غادي نناقشوا هذا الموضوع، لانه اكيد شوف حنا كنتسناو فقط ان شاء الله هذه النهايه المفرحه. مفرحه ان شاء الله. وغادي نناقشوا، شوف حنا هذا سوء التنظيم اللي دارت هذه الشركه المهنيه، واكيد تكلمنا في اكثر من مناسبه، ولكن ربما انه لا حياه لمن تنادي، كما يقول المثل لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي. يا خويا مرحبا. واحد المساله اللي مهمه، باش القليبيين محطوطين في بيرو ديال المسؤول، يعني كارنيات بيروات ديال المسؤولين اللي تتباعوا من البيروات ديال المسؤولين تتعطاو، راه حشومه. والجمهور ديال بصح، الجمهور اللي هو الجمهور ديال بصح العام كامل هو تيتبع الفريق ديالو، ومسكين النهار ديال المقابله ديال الماتش اللي هو الماتش اللي معاه دابا اللي داخلين. والله ما عمرهم دخلوا الحشومه، وتلقى بان وانا نعطيك، حنا ماشي ضد النساء انهم يدخلوا الملعب، ولكن بالنسبه لي انا، بالنسبه لي قلب علينا الجيش الناعي، غتقلب علينا مقاربه النوع. مرحبا. بالنسبه لنا، لان الجمهور حافز، اكيد حافز، ومنين تيكون واحد حتى المراه تحيه للمراه المغربيه، اتفق معاك. راه بالعكس حنا مواتنا وعيالاتنا، ولكن منين تلقى بانه كاين التحفيز ديال اللعابه في الملعب بواحد الطريقه هيستيريه ديال واحد اللي تيكون مثلا، اش نقول لك، يعني بالنسبه لي حتى الوقفه عيوني مغرغره، الدموع تينزلوا، هادشي راه ماشي ساهل. اكيد راه ماشي ساهل. ونتمنوا الفوز للنهائي الفريق الوداد البيضاء، وتنشكروا القناه ديالكم، القناه ديال شوف تي في، تنشكروها بزاف على هذه البادره هذه. وراه ان شاء الله غتعيش معنا الاجواء ان شاء الله. ضروري. اذا باش ما نطولش عليكم، وكنعتذروا لانه الامر يستحق. ماش بدا. لا مرحبا سير.
اذا مشاهدينا اوفياء، مشاهدين شوف تيفي، كيف ما شفتوا معنا جماهير الوداديه، الجماهير المغربيه بصفه عامه كلها كتعيش اجواء ديال التفاؤل، اجواء ديال الفرحه بهذا النهائي هذا. واكيد كنتمنوا انه اللاعبين توصل لهم الرساله بانه هاد الجماهير كلها اللي واقفه وراكم كتنتظر منكم الفرحه، وكتنتظر منكم انكم تكونوا في المستوى وتهديوها هاد اللقب الرابع والثاني على التوالي. اذا وما ذلك على الله بعزيز. تحياتي لكم وقليلا ودعكم على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر. مصطفى القرناوي من طاقم شوفي يحييكم، الى اللقاء.